بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الكابتن والتر زنقة مدرب الفريق الأول بعد نهاية المناورة الودية الأولى أمام فريق مقاطعة التوديجي. مرحبا كابتن. ويلكم التودي. نريد الرأي الفني بعد نهاية المناورة الرابعة. Your technical opinion after this match. No, I'm happy because the players they make all the things that we tried in the game in the practice. أنا سعيد جدا إنه اللاعبين طبقوا كل ما طلب منهم في التمرين. And I like to see that the spirit of the group. وحبيت يعني مشاهدة روح الفريق. My happiness today is about two players. لكن سعادتي الكبرى اليوم بسبب لاعبين. Ryan Bilal and Bishi. هما ريان بلال ومحمد عيد. And I want to say thank you to our doctor. وبهي المناسبة أحب أشكر طبيب الملعب. This is the first step for day for become again on the group. وهذه طبعا الخطوة الأولى لإعادة انضمامهم إلى المجموعة. في مباراة الماضية أمام فريق جوفنتس طبعا الجميع تساءل حول النتيجة الكبيرة اللي خرج فيها الفريق، وكذلك مشاركة عناصر الفريق ككل، يعني جميع اللاعبين بما فيهم الرديف، علما أن المباراة قوية كان يفترض أن يكون هناك مشاركة محدودة للاعبين بتغيير 3 أو 4 لاعبين، إلا أن المدرب أراد أن يشرك الجميع. ما السبب في رأيه؟ After the match contra Juventus, everybody asked about the result and about the participate of all players, because like those matches, they are very hard match, and you know, it should be two, three maximum changes. But why you make everybody to participate this match? Because the people they are not coach. طبعا هذا كلام لا ما يقال صح، فهو المدرب هو اللي قرر. In pre-season camp for me is very important to see all the players. انا في مرحله الاعداد من المهم جدا ان ارى جميع اللاعبين. With the same minutage. بنفس المستوى. And if the people want to talk about Nasser, they have to say also that in the first half the only keeper that he made several save was the keeper of Juventus. طبعا وإذا الناس بدأت تتكلم عن النصر كمان لازم تتكلم إنه في الشوط الأول الحارس الوحيد اللي رد الفرص هو كان حارس يوفنتوس. And then I explained very clear when we started of the season. وبعدين أنا شرحت بشكل واضح ببداية الموسم. I'm gonna play 10 games in pre-season camp. إني في مرحلة الإعداد سألعب 10 مباريات. No one start 11. ولا واحدة منهم راح يبدأها 11 إنه أقول والله هذا. But everybody with the same chance. الكل بنفس الفرص المتساوية. Because you never know what happened during the season. لأنه لا أحد يستطيع أن يخمن ماذا ممكن يحدث في أثناء الموسم. جميل. نقرأ من حديث السيد والتر زنقة أنه يتيح الفرص للجميع، مما يثري روح التنافس بين اللاعبين. أيضا هناك انسجام وهناك طريقة ينشدها في قبل بداية الموسم. يعني إلى أي مدى يرى الانسجام بين اللاعبين كقائمة أساسية؟ He says that you give for everybody player equal chance, and this is good for the competition. How much you see the harmony between the players? In our pre-season camp, we have one objective is very important for us. في مرحلة الإعداد عنا نحن يعني هدف أساسي وهو organize and discipline. هو النظام والانضباط. And the players they answered in very great situation. واللاعبين يتجاوبون معها بطريقة ممتازة. They are all the times with discipline. دائما منضبطين. I cannot say nothing about nobody. ما أقدر أقول ولا كلمة عن أي أحد. They try to make the big organize on the pitch. وعم بيحاولوا إنه يعملوا أفضل تنظيم في الملعب. And I say thank you to the players because they. أشكر اللاعبين. They try to do the day's best. يسووا أفضل ما عندهم. This is our goal in this pre-season camp. هذا هدفنا في فترة الإعداد. And if everybody improve themselves. وإذا الكل طبعاً عم يطور نفسه. Of course the Nasser team improve. طبيعي إنه الفريق كله راح يتطور. سؤال الأخير طبعاً للكابتن.
كابتن زنقا، عرف عن المدرب زنقا تنظيم الدفاعي الجميل، طيلة سيرته الذاتية أو طيلة مرحلة الفرق التي دربها، إلى أي مدى رضاه عن مستوى التنظيم الدفاعي في فريق النصر؟ It's known about you that you are very organized in defense situation during your career. How much you are satisfied about our defense? No, we have more. The first official game is on 14 August. طبعا المباراة الرسمية الأولى حتكون في 14 أغسطس. We have been from more 3 weeks for working hard. ما زال أمامنا 3 أسابيع نعمل فيها بجد. And for keep the quality of the team in offensive situation. ولكي نحافظ على جودة الفريق في الحالة الهجومية. And the mix with a good organized on defensive situation. يجب أن تكون مختلطة مع التنظيم الجيد في الدفاع. Because you don't have to forget there are when the ball is for the other teams you have to defend. لأنه لازم ما ننسى أن الكرة لما تكون مع الخصم لازم نحن ندافع. شكرا لك كابتن زكي. شكرا.